بعد ما تشوفون راح نسوي تحدي 24 ساعة يوم كامل في الجراج مع أخواتي الحبايبي، يعني هم أصدقائي بس إحنا كنا أخوات، صح يا جماعة؟ سوف تشوفون تالا وتالا وحنان وفديل وعحودي، وبعد في وحدة في بناتين بعد هما راح اليوم راح نعيش 24 ساعة يوم كامل في الجراج. وقبل ما نبدأ الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس نقول فيديو جديد. يلا نبدأ. أول شيء تشوفون الجراج لازم نزينه صراحة، لأن مرة فاضي ومو حلو اللون صراحة، والليت مخروب كمان، وحتى هاي معنا الديان. خلصنا وصار مرة حلو مثل ما تشوفون، أريكم من برا. شوفون هنا الحمام من الأنوار دي، خلينا هنا تغير الملابس صراحة اللي بغير ملابس، وديك ريحة الميك اب، في كرسي مع تلفزيون قدام، هذا السرير راح ينزل هنا، اوكي، وفي هنا كرسي صغير هذا، وفي هنا بعد، وبس يا جماعة هاي صغير ومرة حلو صراحة، إذا تشوفون مرة حلو، اوكي يا جماعة خلصنا مثل ما تشوفون صراحة، قلت لهم اللي يطلع برا خسران، يعني هني اوكي، يعني هذا هو الجراج لهني، بس اللي يطلع هني راح يخسر خسران، اوكي مثل ما تشوفون مريم دانا قاعدة بدلون، اوكي فمن كذي احنا انهي بدأت ملابسي خلاص وسكني صراحة، صرت كذا مرة حلو كيوت، الحين خايف شو نزلتني كيوت صراحة مرة، بسم الله شفت الجلد، وحط لنا السرير هني، وحط لنا سلاح السرير، وهنا كرسي ناعم، بسم الله. وكرسي السوفا هني مع التلفزيون وتسريحة، وهني تجي ملابس الحمام، جلسة عشان نقعد مرة بعد يعني، اوكي بتشوفون صراحة يعني صار أحلى من أحلى بقول لكم، يا جماعة صراحة أنا جالسة هني وقاعدة آكل بوب كورن. نشوف هاي الفيلم اللي هو انا اخذ شيء واخذ طيبه. ما عليكم صوتي يا جماعه، انا شوي مريضه. شوفوا قاعد تشوف فيلم. الحين في اروح الحمام. اكل شيب شوي بعد. الحين شوي بروح الحمام عشان راح أبدل ملابس صراحة، أوكي شوف بدلت وراح أروح الحمام، الحين في جلسة هذي برا صراحة مرة كيوت، وفي سرير حق النوم. يا جماعة راح نلعب صيدة وأنا راح أقعد مثل ما تشوفون. راح نلعب صيدة. أوكي. وأنا راح أقعد. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. اوكي راح اصيدها رجعت الدارة، بس خلوها خلي تروح فوق. ويلكم هنا يا جماعة، وينها؟ اوكي ما خلينا ندور وينهم صراحة، ما ادري وينهم، وينها بسم الله؟ وين اختفوا؟ ما لقيتهم يا جماعة صراحة، ما لقيتهم طبعا، ما ادري وينهم صراحة يا جماعة، ما
عندي فكرة أنا وين. ما في أحد. ما كنت مرة أحد فيديو. إذا حبيت تنسوا اللايك والشير. مع السلامة.